هلو بيبيز، انا دابا لقيتوني غادي للقهوه، غادي نراجع شي شويه لحقاش رجعوا لي جوج ديال المواد راتراباج. انا نورمالمون خدمت فيهم، لكن ماشي مشكله. مهم الخير فيما اختاره الله. واخا الاخرين جبت فيهم نقاط زوينين تبارك الله اختي ما شاء الله، وكنتمنى حتى نتوما تكونوا ان شاء الله دوزتوا مزيان ويكون ان شاء الله يخرجوا لكم نقاط زوينين. ايوا ولكن جوج رجعوا ليا، ما عرفتش علاش بصراحه. واخا واحد البنت انا كنعرفها هي جابت فيهم 13، ولكن انا ما عرفتش علاش رجعوا ليا. نورمالمون انا وياها خدمنا نفس المنهجيه، نفس الحفاظه، نفس كل شيء، ولكن ما عرفتش علاش. دابا غادي ندي معايا الكاسي، غادي نمشي نخدم اصلا به في القهوه. اللي تلقيتوني تيليشارجيت واحد البروغرام باش غادي نبقى مونطي في الكاسي. المهم انا عندي الماك واعر خطير زوين بزاف، ولكن لو بري ديالو طالع بارابور زعما داكشي اللي فيه، راه غزال في الخدمه وفي كل شيء. ما عارفين يعني بحال التليفون بحال البيسي. وعشو اليوم كاين البرد بزاف اصلا الصباح. انا منين هبطت القهوه، حيت هبطت الصباح وغادي نعاود هبطت دابا، منين هبطت الصباح كان البرد ودابا مازال شويه البرد. انا لابسه هذا الكروب توب، ما بغيتش نحيد الجاكيطه لا يكون البرد بزاف. المهم الجو ما مرصيش، داكشي علاش خفت نحيد الجاكيطه ونستخدم القلبه. غادي نوريكم بعدا الاوتفيت ديالي. ماي هير ستايل خليته بحال هكا لحقاش راه شعري اصلا مزيت بزاف. يعني كما درتو كما وحلا. المهم مزيت داكشي اللي درتو بحال هكا. صويا يلاه غادي تدوزوا معايا اليوم وكلا وغدا وكلا يومين. Maybe you may. مايا انا مايا سير عند تيرانيا وسط تيرانيا. كوزي اختي ليا شنو مام؟ ما تلعبيش معايا خصك حزي سير نايس. مالكي؟ لا طبيعة ربيع مايا كوشي. هاي بيستي. هاي. How are you? I'm good. What about you? شنو مغطي؟ فاين الحمد لله. لبس عليك هي هذيك. صافا. توحشتك. غبرتي؟ ما تقولي غبر انا ولا انت تاع القرايه والعمل. دابا اللي سمعتي دابا اللي سمعها توحشتك يقول لك ما مني هضرت معاها. حنا كل دقيقه على الواتساب. كبير كبير ماشي بحال اللي كنت. لا ماشي بحال. فصف داكشي الحب. شكرا. اختي متبقاش تهضري علينا. الله يخليك لينا برا. شوفي حالي ما تتحمل تاني الماكله. هاي مصريقه ما نجوزكش خويا. خويا صلت برا قد هو صغير. كل كل اختي الزريعه ما تحشميش. اجا مايا اجا. انا يلاه فقت دابا. صبحت خامره. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ انا لاباس الحمد لله. عييت ما عرفتش علاش. اليوم عندي لاصال، ما عرفتش واش نمشي ولا لا، حيت دابا راه شي جوج سيمانات ما مشيتش بالصراحه.
دونك خصني نمشي هاد العشيه. الا قديت نمشي راه غنمشي، ما قديتش عندي ما ندير. خمرت. عاد دابا جاب لي الليفر واحد لا كوموندي ديالي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش كتكوموندي من شيئين ولا لا، بور لانستون ما كنكومونديش، ما كنجيب حتى حاجه. ان شاء الله دابا ندير لكم واحد الفيديو غادي نشرح لكم داكشي كامل على شيئين. وبالنسبه لهاد لا كوموند هادي راه عاد وصلتني، دونك ما وصلتنيش زعما مع الليفرور ديال سبيداف ولا اراميكس، وصلتني مع البوستة. جابها ليا الفاكتور، مسكين واحد الفاكتور درايف ديما هو اللي كيجيب ليا لي كوموند. حتى ديك النهار ملي كنت كومونديت مع علي اكسبريس كنت جربت غير واحد الكابل ديال الايفون وكان جابو ليا بصراحه وظريف مسكين بزاف. دونك هو اللي جاب ليا دابا هادشي هذا، ودابا نوريكم شنو وصلني. في لا فيديو الجاي غادي ندير لكم تراين اول، غادي نوريكم شنو وصلني من واحد لو سيت. بصراحه عندهم داكشي زوين ورخيص والكاليتي ديالو زوينه. دابا كتشوفني غادي نمشي نفطر، كمل واحد السيري كنتفرج فيها وما عرفتوش نمشي لاصال ولا لا. صراحه والله مازال ما عرفتش اتوش علي تزيت، شوفوا راه مزيت وفيه القشره ما عرفتش ولات كتنوض ليا القشره عاوتاني، خصوصا ملي كتبدا تهبط ليا الصباغه كيبقاش عليا كيتزيت بزاف بزاف بزاف. واخا راه كنغسلو جوج المرات في السيمانه وكيعاود يتزيت، ما عرفتش علاش الصراحه. لحقاش بدات كتهبط لي الصباغه، انا صباغه كتنشف لي شعري، وانا شعري الاوريجينال كيتزيد دغيا، شي بحال ملي كتكون فيه صباغه كتبقى تخليه ناشف. ايوا اختي شوفوا الضفيرات، انا فرحانه بالضفيرات. واخا كاينين البنات اللي قالوا لي طوال بزاف، ما كانش عليك ديرهم طوالين، ما كانش عليك ديري ديك الطوله كامله. انا قلت لكم كيعجبوني الضفار طوال، كيعجبوني كيحمقوني الضفار يكونوا طوال، ما كرهتش نديرهم طول من هكا. وكل واحد وكيفاش كيعجبوه الضفار، كاين اللي كيعجبوه قصار، كاين اللي كيعجبوه طوال، يعني الاذواق تختلف. ماشي ضروري غادي نكون انا كندير شي حاجه اللي غادي تعجبكم ديما غادي نكون بحالكم في الطوق 100%. ضروري شي بعض المرات غادي نختلفوا في الطوق، يعني انا الضفار درتهم عن حب، وخصوصا لا فورم انا كانت كتعجبني هاد لا فورم، ولكن ما كنتش كنزعم نديرها في لوجيل. هادي اول مره غادي نزعم وغادي نديرها في لوجيل. بزاف البنات عجبهم لوجيل في انستغرام، كاين البنات اللي ما عجبهمش في يوتيوب قال لك طويل. كاين البنات بقاو كيسولوني كيفاش غادي ديري مع ديك الطوله، كيفاش هادي كيفاش هادي. راه غير الولف، راه غير الولف. راه بعض المرات ملي كتكوني درتي الضفار قصارين اول مره في لوجيل ما كتولفيهمش، عاوتاني كتزيدي شويه طولي لا فورم وهي غاده حتى كتولفي. ايوا اختي هادشي هذا هو اللي كاين. قلت لكم كل واحد وستيلو، كل واحد وذوقو، كل واحد شنو كيعجبو. انا درت اللوينات لحقاش دابا الصيف، خصوصا الكاليتي حمقاتني. لي فوزونغل كنديرهم ولكن كيحمقوني دغيا، كيبداو يطيروا ليا، ما كيجلسوليش في يدي بزاف. داكشي علاش كنقول من الاحسن في الصيف ندير لوجيل. غادي نديرهم نورمالمون في العيد صغير، وكنت غادي نبدل حتى لا كولور ديال شعري في العيد، ولكن كان مكتبش صافي. دابا ديال جات الوقيته باش غادي باش ندير لوجيل. فوالا جايز، هادو هما الحويجات. دابا هادو راهم وصلوني 4 ديال لي زارتيكل، ان شاء الله دابا نبارطاجيهم معكم في لا فيديو الجاي، هما وشي حويجات واحد اخرين ان شاء الله بحول الله. صراحة كيحمق البنات، انا حليت الميكات وداكشي زعما شفتهم فنين كيحمقوا. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو جاي، غادي ندير لكم تراين اول، توحشت ندير لكم تراين اول. سو ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي يكون تراين اول ان شاء الله بحول الله.
يلا جيت من لاصال دوشت شعري حقت عندي واحد المناسبه عرفتوا واش غادي نحط لكم لا فيديو من مور هذا الفلوغ اولا لا المهم كاينه واحد المناسبه زوينه واحد الاحتفاليه ان شاء الله دابا نبارطاجيها معكم بيان سور في يوتيوب دابا لقيتوني غادي نشف شعري جبت سشوار المهم انا عندي هاد لا مارك هذا هو اللي زوين اصلا هو اللي كيكون زعما عند لي صالون الكبارين بصراحه زوين والكاليتي ديالو حتى هي خطيره واخا انا ما كنعرفش نصايب بالسشوار ان شاء الله يلا باغيه نتعلم نصايب بالسشوار ولكن هذا فريمون خطير كنشف به لحقاش بزاف البنات كيديروا واحد الغلط اللي هو غلط فادح اللي هو اننا كنخرجوا من الدوش وكنديروا الدره كنخليو شعرنا فازك حتى كينشف على خاطر خاطرو هذاك الغلط هو ايه في الصيف خليوه ينشف على خاطر ولكن في البرد مع داك الدوش ملي كتخرجوا شعركم كيولي بارد وديك البروديه كضر في الراس خصوصا اختي كضر هالبروديه في راسها اما انا ما عنديش مشكله شعري كنخليه حتى كينشف ولكن داك الشيء من بعد كيبقى راسكم كيضاركم وكيكون بزاف ديال الاسباب والعوامل اللي كيخليو راسكم كيضاركم اللي منه هو هاد العامل هذا واخا انا متفقه معكم هي نخليو الشعر نديرو له باتشات ينشف على خاطر من الدوش ولكن انا ولفت هذه القضيه واخا راه شعري دابا راه نشف ملي كنجي من لاصال كنخليه هكا عريان ما كندير له لا دره لا والو كندير له هاد فرا وبوندو دابا صافي دابا من بعد ما نشفت دابا الشعر هاد الجيكس غادي ندير هاد السيروم واخا هو راه كنديرو من مور ما كنصايب شعري من بعد ما كنصايب شعري ولكن دابا كنديرو قبل باش ملي كنصايبو كيعطيني واحد بغيونس في شعري اللي هي خطيره ومنين كنعاود كنصايبو كنعاود كنديرو واخا راه كيحل ليا لي بوك لحقاش هو كيرطب الشعر بزاف المهم هاد السيروم هذا الا لقيتوه عند اي بارفيومري خذوه هو راه ديال افون هو خطير البنات كيحمق صراحه الريحه ديالو فنه وعتو كيخلي لكم شعركم رطب 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 انا شعري من التحت راه هنا شوف من الفوق اللي عندي مزيت وكنديرو فريمون كيخلي لي شعري فيه واحد الريحه زوينه وملي كنصايبو بالبلاك ولا حتى بالسشوار كيجي فيه واحد الاضاءه وكيجي واحد اللايتين فيه ناضيه خطيره سو جايز كيكون هذا هو الفلوغ ديالنا كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه واخا ما كنمشيش شي بلايص زوينين بزاف راكم عارفين حنا في مكناس ما عندناش بزاف البلايص اللي زوينين عندنا نقص الحرمان من بزاف البلايص لحقاش راكم عارفين فاس طنجة كازا رباط سلام مراكش هاد المدن هادي كامل وبزاف المدن في المغرب فيها بلايص زوينين وصراحه مكناس ولكن مكناس مفقود وما عندوش بزاف د الحوايج ما كاينش بزاف د لي ماغازان ما كاينش بزاف د لي كافي بحال دابا ستاربكس حنا ما عندناش ما عندنا الزاره ما عندنا ستخادي ما عندنا شاشند ام ما عندناش بزاف عندنا دي فاكتو وعندنا واحد ودي فاكتو اي سواكيك وعندنا بلايص اللي هي محدوده حتى الا جا عندكم شي واحد تحشموا تديو تساريو في مكناس الهديم كيتصلح سهريج كيتصلح سهريج الصواني هذاك زوين ولكن كيتصلح كله مريب الهديم كله مريب الا جا عندكم شي واحد فينا تديو راه حشومه وحق الله انا بعدا كنعاني كنتسنى ان شاء الله غير فوقاش نشد السوقان مزيان باش ديك الساعه ان شاء الله اختي نشوفوا شي طواني بلا نبقاو نتساراو ونديوكم معنا ان شاء الله بحول الله والله يسهل على الجميع اللي كيتمنى في خاطرو شي حاجه الله يسهل عليه والله ينجحكم من هذا المنبر بالنسبه للناس ديال الباك السيزيام لافاك المهم لافاك راكم عارفين ماشي بحال الباك والسيزيام الله يحسن العوان هذوك ماشي بحالنا حنا واخا ما كتدخلي شي حاجه كتبقى لك العام الجاي كتقدري تعاوديها في لاتراباج كتكوني بعدا شويه من واحد الناحيه ماشي بحال الباك والسيزيام كيبقى عليهم الحمل الضغط الوالدين الضغط عليهم هما واخا الوالدين راه حتى هما مساكن ملي كتوصل لوقيته النتيجه وكيشوفوا ولادهم ستريسين كيبقى يقول لك يا ربي غير تبقى غير نتايا بصحتك مزيانه اخويا ما تخدم عليا ما نخدم عليك انا غير قرايت تعلم شويه ويكون عندك واحد الباكاج كيقول لك داكشي اللي بغيت الله يخلي لكم والديكم لميت الله يرحمه في هذا النهار وكنا ليها بيان سور ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم لي كومونتير اللي مازال ما دايرش ابوني يهبط دابا يديرها وما تنساوش بيان سور تجيو عندي حتى انستغرام تما كنكون ديما اكتيف معاكم ديما كنكون كنشارك معاكم بلايص اللي كنمشي ليهم نتلاقاو في لا فيديو الجاي بيزوات ليكم كاملين وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير شنو هما لي فيديو اللي تبغيو تشوفوا من هنا لقدام باي.